تفاجأ الفنان محمد رمضان برد فعل غير متوقع على فيسبوك، حيث سأله أحد متابعي عن صحة الشائعات التي تتحدث عن منعه من دخول مصر. في رده على هذا السؤال أعاد رمضان نشر الاستفسار وأجاب عليه بطريقته الساخرة المعتادة قائلا: دي حقيقة، علشان كده أنا في الساحل الشمالي. وانتشرت هذه الشائعة بعد فترة وجيزة من إعلان محمد رمضان عن غيابه عن دراما رمضان 2025، مما أثر تكهنات وتساؤلات بين جمهوره. ورغم هذا الغياب لم يغب رمضان عن الساحة الفنية، فقد أثار اهتمام الجمهور بإعلانه عن فيلمه الجديد أسد أسود. فيما يخص أسد أسود، طرح مؤخرا البوستر الرسمي للفيلم، حيث تصدر محمد رمضان الصورة مرتديا ملابس تاريخية مميزة مع إطلاق شاربه ولحيته، مما أثار إعجاب الكثيرين وزاد من حماسة الجمهور لمتابعة الفيلم. يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب محمد رمضان، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، ورزان جمال، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج. الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، مما يضيف المزيد من الترقب لعرضه. بهذا الفيلم يواصل محمد رمضان توسيع أفقه الفني وتجسيد شخصيات متنوعة، مؤكدا على مكانته كأحد أبرز نجوم السينما المصرية.